السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضا سيد أحمد شوش من قرية من عزبة السعيد الشرقية مركز شبراخيط بحيرة. مشكلتكم هنا مشكلة إن المسجد ده مقام في وسط 280 فدان ملك للأوقاف، وسكن العزبة أصلا ملك لهيئة الأوقاف، ويقال إن كان في وقف للمسجد ده 9 فدادين يصرفوا على المسجد. فطبعا وزارة الأوقاف ديت هي اللي مالكة الجامع، مش الاهالي ولا ملك حد ولا اي حاجه، ده ملك هيئه الاوقاف المصريه اللي تبع دمنهور بحيره. وبسبب المياه الجوفيه كان في نشا فتصلنا بالاوقاف، جت الاداره الهندسيه قالوا ان المسجد قايل للسقوط ويخشى على المصلين من اقامه الصلاه فيه. طب نعملها للمديريه بتاعت الاوقاف والاداره الهندسيه، قال ان المسجد ينقفل لحد ما يعمل له احلال وتجديد. طب هيعمل له احلال وتجديد امتى؟ قال له هياخد دوره، هياخد له سنتين ثلاثه 4 سنين لحد ما هو هنا. هو المسجد ده الوحيد، ده المسجد ده اثري جدا، ده كان ليه مأذنه، كانت اعلى مأذنه في مركز شبراخيط بالكامل. بس الجامع ده حضرتك بقى له 150 سنه اتجدد مرتين بالجهود الذاتيه. بنعمل له احلال والتجديد المره الثالثه بالجهود الذاتيه او وزاره الاوقاف ما دفعتش فيه مليم واحد. فاحنا بنقول بنجده وزير الاوقاف ان يساعدنا حتى لو ب 500,000 جنيه، يعني احنا هنجمع حوالي 2 مليون جنيه، يعني من اللي عنده بهيمه هيبيعها واللي عنده لاننا عاوزين اطفالنا دي تطلع تصلي. وبنناشد وزير الاوقاف، يا سياده الوزير احنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين جامع نصلي فيه. تمام حضرتك، هو اصلا قانون الاوقاف المصريه ان الارض طالما مقامه على ارض اوقاف مصريه الايجار السكن بتاعها والعائد العائد السنوي بتاعها والشهري المفروض يعود على اماكن خاصه برضه بهيئه الاوقاف. يعني ده مسجد عايز احلال وتجديد، عايز بنا جديد، المفروض اصلا المبالغ اللي هي بتطلع من الايجار الارض الزراعيه يعود عليها. ده قانون الاوقاف، مش احنا اللي عاملين القانون ده، هو اصلا وزير الاوقاف ومعدين كانوا هم اللي عدوا القانون ده بالنسبه لان الفلوس العائد السنوي او العائد الشهري يرجع لترميم المسجد، يرجع للاعمال الخيريه الخاصه بالعزبه والخاصه بهيئه الاوقاف. بس ده اللي احنا طالبينه، احنا مش طالبين منهم المستحيل.